شفنا مع حضراتكم التقرير اللي بيوضح الفقرة اللي هنتكلم عنها، وهي أمال المصريين في الخارج، مشاكلهم، أحلامهم، طموحاتهم. الهدف زي ما سمعنا هو ربط المصريين في الخارج بالوزارات في الداخل، لأن ده اللي هيحل مشاكلهم بره. أنا طبعا هعرف أكتر تفاصيل أكتر من خلال ضيوفي في الاستوديو. معايا المهندس ناصر عبد العزيز صابر، رئيس المؤسسة المصرية الأمريكية لريادة الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية. مساء الخير يا فندم، برحب بحضرتك. الأستاذ أحمد عبد الهادي، عضو الاتحاد العام للمصريين بالخارج ببريطانيا، اهلا يا فندم. اهلا بك يا فندم. ومعايا ايضا الاستاذ عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمي بالسعوديه ودول الخليج. مساء الخير بحضرتك. مساء الخير، برحب بكم جميعا. أهلاً وسهلا. ويعني فعلا احنا لو اتكلمنا عن مشاكل المصريين في الخارج فهي مشاكل كثيره، بتختلف من دوله لاخرى حسب طبيعة كل دولة، كل دولة لها مشكلات معينة. أنا عايز أقول لحضرتك إنه حتى السياح اللي بيسافروا ممكن يقابلوا مشكلات في الخارج، مش بس المقيمين. فكويس قوي إن هم فكروا إن يربطوا المصريين بالخارج بالوزارات المصرية بالداخل. طبعا حضرتك هتكلمني أكتر عن هذا المنتدى وتشرح لي الهدف منه، وفعلا خرجت منه بتوصيات ستنفذ قريبا إن شاء الله. طبعا هو المنتدى الأول للمصريين في الخارج جاء في فترة فعلا مطلوب النهاية ان هو يعقد هذا المنتدى، وخصوصا زي ما حضرتك عارفة حرب الشائعات اللي بتخوضها مصر ضد الجماعات الإرهابية المختلفة، اللي احنا ناقشنا فيه بعض المؤتمر في المؤتمر نفسه. من أهم الحاجات اللي هي لم شمل المصريين في الخارج، حضرتك عارفة ان كان عندنا من جميع دول العالم، عندنا من أمريكا، من أوروبا، من دول الخليج. أيوه. انا كممثل عن المملكة العربية السعودية، وحضرتك زي ما دي أكبر جالية موجودة على مستوى العالم، تقترب من 3 مليون. أيضا احنا هدفنا الأساسي ان احنا نوضح للعالم كله دعمنا للقيادة السياسية ولسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيوة. ان شاء الله في توصيات كتيرة احنا خرجنا بيها. زي ايه يا فندم التوصيات اللي خرجت؟ انا اقول لحضرتك الجديد الاول في ايه التوصيات دي هتنفذ ازاي. احنا حضرتك كنا بنحضر كل المؤتمرات اللي احنا كنا بنجيها، كان بيبقى فيه توصيات لكن للاسف كانت بتوضع داخل الادراج، لكن حاليا التوصيات اللي هتقوم بيها هتفعل من خلال لجان معنيه. من اهم التوصيات كان خبر يمكن حصري لحضراتكم. ايوه. موضوع السياره بالنسبه لدول الخليج، اخص طبعا دول الخليج، أصبح بإمكان أي حد ينزل سيارة ويقسط الجمرك بتاع السيارة. يبقى حضرتك ما تقوليش بقى أن أنا معيش. معلش حضرتك قولها لي تاني عشان مهمة قوي. يعني أنا نفسي عايزة إحنا جاهزين أستفيد. طبعا. بالنسبة لأي حد مغترب في الخارج، تمام، يقدر ينزل سيارته يدفع رسوم بتاعته. كان مثلا سيارة سي عليها 100,000 جنيه في الخليج حضرتك ولا في أي دولة أوروبية؟ كل دول العالم. طب كويس. كل ده بالاتفاق مع البنوك المصرية والبنك المركزي، ينزل سيارته ويقسط المبلغ حسب ما يتراءى للمصري. يعني ممكن أنا إمكانياتي على قد، أقول أنا عايزها على 5 سنوات، ودي فرصة لأن المصريين ينزلوا سيارات زي ما هم عايزين. أصبحت المشكلة إلى حد ما حلت بالنسبة للموضوع. يعني أنا أقدر أن أنا أقسط جمرك العربية دي، حضرتك تقصد جمرك، على 5 سنوات او اكتر كمان زي ما حب. طب هايل. ده يمكن من اهم القرارات اللي لاقى ترحاب كبير جدا. ده في حضرتك تتكلم عن المقيمين في الخارج؟ نعم يا فندم. والمقيمين في الداخل؟ لا كده مش هستفيد. زائد احنا عندنا برضو من اهم التوصيات، حضرتك عارفه ان في الاف المصريين عائدين من دول الخليج نتيجه للامور الاقتصاديه اللي بتمر بيها الدول دي. احنا في مصر هنا طلبنا ان يبقى فيه مشروعات معلش يا فندم هقطع كلامك، بفايده ولا من غير فايده؟ فايده 5% فقط لا غير. دي استثناء من البنك المركزي علشان برضو الناس تبقى عارفه، مفيش حاجه اسمها فايده 5% في اي بنوك في العالم، يعني فايده لا تذكر. هيتطبق من امتى يا فندم؟ في القريب العاجل، اللجان هتعقد ان شاء الله من اول اسبوع القادم، وخلال يمكن اشهر بسيطه، شهر او شهرين، هينفذ هذا القرار باذن الله. وده الخبر اللي يعتبر
كل المصريين وخصوصا دول الخليج، وهي أكبر نسبة على مستوى العالم، وخصوصا المملكة العربية السعودية، تليها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، 1.5 مليون تقريبا مصري مقيم عندهم. من أهم التوصيات أيضا عملية المشاريع الصغرى والمتوسطة للعائدين من دول الخليج، دي هتفعل إن شاء الله في القريب العاجل أيضا. زي ما بقول لحضرتك، المؤتمر ده حسسنا باهتمام الدولة المصرية للمصري المغترب في الخارج. وحضرتك يعني دول كتير بتهتم برعاياها في الخارج، وفعلا بيبقى لهم كرامة وشخصية. لازم المصري في أي دولة في العالم هو كمان يبقى له كرامة وشخصية زي أي حد تاني، ويحترم ويتعامل معاملة كويسة، ولو أخطأ يتم معاقبته قانونا وكل حاجة بطرق محترمة. نعم، يعني ده اللي بيتم بالفعل، وخصوصا في الفترة الحالية اللي احنا بنعيشها بعد حكم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوضع اتغير تماما. احنا بنمشي في دولنا بنفتخر بجيشنا، حضرتك عارفة طبعا احنا التاسع على العالم من جيوش العالم، حقيقي. فخر لينا وللشعب المصري وللأمة العربية ايضا. احنا عندنا كمان من اهم التوصيات اللي هو نقدر نفتح حساب في اي بنوك من البنوك المصريه. الاستاذ طارق عامر كان دلوقتي على الشاشه كمان قال التحويلات مشاكلها اتحلت. كان الاول ما اقدرش احول من مصر بمبلغ معين، دلوقتي خلاص اقدر اجيب اي عدد دولارات واقدر احول، السوق اصبح مفتوح. نتج عن كده ايه دكتوره جيهان؟ ايوه، نتج عن كده ان الاستثمارات الخارجيه في سنتين وصلت ل 60 مليار دولار. ده ما حصلش في تاريخ مصر. نتيجه عن كده ايه؟ ان الاحتياطي النقدي عندنا اصبح الحمد لله. يعني الاستاذ فرج عامر كان بيقول لنا ان انا بقدر اروح في اوروبا وفي امريكا اقول لهم انا عندي 5 مليار دولار عايز اشيلهم عندكم، الكلام ده ما كانش بيحصل قبل كده. صحيح، فعلا. كان مقفول تماما. كان مقفول تماما، صح. كان في صعوبه شديده جدا. طيب، المهندس ناصر عبد العزيز صابر، رئيس المؤسسه المصريه الامريكيه، حضرتك شايف ازاي انه المصريين يقدروا يدعموا بلدهم اقتصاديا هنا في الداخل، المصريين اللي في الخارج؟ طبعا احنا بنشكر حضرتك على اللقاء ده، ونتمنى ان احنا ان شاء الله نفيد كل المشاهدين باللقاءنا الجميل ده ان شاء الله. المنتدى الاول اللي حصل من كام يوم ده مؤتمر احنا كنا ندينا سياده الرئيس بيه لما جانا في واشنطن دي سي، وطلبنا ان احنا عايزين مؤتمر زي مؤتمر الشباب يتعمل بالظبط للمصريين في الخارج، علشان المصريين يبقى في تواصل. الحمد لله المنتدى يعني كبدايه طيبه جدا. المصري في الخارج عنده مشاكله الخاصه، وكمان مشاكل مصر هو عايش فيها رغم ان هو مقيم هناك. فاحنا كعشرة مليون مصري في الخارج كلنا مع المصريين ال 94 مليون والاصلاح الاقتصادي ومدى تاثير الاصلاح الاقتصادي على المواطن المصري، وازاي احنا كمصريين في الخارج ممكن احنا نساهم في اللي احنا نخفف من الالتهاب اللي بيحصل من الاصلاح الاقتصادي اللي مصر تمر بيه. الحمد لله القياده السياسيه خدت القرار ديت، اللي احنا لابد ان احنا اصلاح مادي واصلاح اقتصادي، ويجب علينا كلنا كمصريين في الداخل والخارج اللي احنا كلنا نقف كفريق واحد، اللي احنا نعبر التحديات اللي مصر بتمر بيها ومنطقه الشرق الاوسط بتمر بيها. ازاي حضرتك من وجهه نظرك ان احنا نعبر هذه التحديات اللي مصر بتمر بيها؟ سؤال جميل جدا. كل واحد في ال 104 مليون عليه دور مفروض هو يقوم بيه، بغض النظر انت في انه مكانه، انت ممكن تاثر وتلطف وتخفف من حديه الاصلاح الاقتصادي اللي موجود في مصر. يعمل ايه بقى؟ جميل. انا كمصري في الخارج هبدا بيه، انا ممكن اساهم في الاصلاح الاقتصادي بان انا ازود تحويلاتي لمصر هنا بالدولار. ايوه، وازود الحصيله الدولاريه لمصر. مصر عندها ثلاث وسائل بتحصل بيها الدولار، من ضمنها النمره واحد تحويلات المصريين في الخارج، وديت 24 مليار دولار. وطبعا الارقام ديت اتغيرت خالص من قبل الثوره، كنا من قبل 25 يناير كان ما يقرب 10 مليار. بعد الثوره بقت حوالي 18 مليار. دلوقتي وصلنا ل 24 مليار،
وكمان ان شاء الله 2018 هتقفل على 26 مليار تقريبا. أيوه. تحويلات المصريين في الخارج، فديت من اهم الحاجات اللي بيعملها المصريين في الخارج. النقطه الثانيه السياحه، انت بيجي لك حوالي ما يقرب من 7 مليار. النقطه الثالثه قناه السويس، المصدر الثالث بتاع الدولار. احنا في مصر عندنا بنصرف عندنا واردات، وارداتنا 5 مليار، يعني احنا بنجيب حاجات ب 5.8 من 10 مليار وبنصدر ب 2.4 من 10 دولار، يعني احنا عندنا عجز شهري 3.8 من 10 او 3.4 من 10 مليار دولار كل شهر، مصر بيبقى عندها عجز. طيب هل احنا بقى كمصريين في الخارج ممكن نأثر ونحاول نخلي 3.4 من 10 مليار دولار العجز ده احنا نساهم فيه؟ ممكن جدا. أيوة. طب المصري في الخارج هل كل ال 10 مليون دول هم كلهم عندهم دولارات زياده وكلهم عايشين عيشه كريمه وعندهم عيشه كده؟ لا، احنا بنعاني برضك مشاكل وعندنا مشاكلنا الخاصه اللي هي بولادنا وتربيه ولادنا وكام ده كله، فاحنا عندنا يعني مشاكل. برضو اكيد في ناس ما بتعرفش تحوش حتى لو هم عايشين في الخارج وبيشتغلوا ولهم مرتب، بس زي ما حضرتك قلت في اللي بيبقى مدخل ولاده مدارس وفي عليه اعباء فما بيقدرش يحوش. بالزبط. معهوش ان هو ورغم يبعد. ذلك هو على استعداد لو احنا كمان عملنا حاجه تجذبه ممكن نزود ال 26 مليار دولار دول التحويلات المصريين في الخارج. ازاي هنتكلم فيها بره خارج ازاي؟ طيب. فاحنا عندنا كذا حاجه نعملها، حتى مصر في الداخل احنا ممكن نزود مواردنا من الدولارات عن طريق السياحه. اللي احنا دلوقتي بيجي لنا حوالي 7 مليون سايح، قصدي 10 مليون سايح بيدخلوا حوالي 7 مليار دولار، احنا عايزين نزود بيصرف السايح ما يقرب من 73 دولار في اليوم، احنا عايزين نخليه ياخد خدمات زياده بحيث ان هو ال 73 دولار يبقوا 200 دولار في الليله، يبقى احنا بال 10 مليون سايح يدخلوا لنا 10 مليون 10 قصدي مليار دولار في السنه. أي. طب ايه راي حضرتك لو احنا كلنا خلينا بدل ما يجي لمصر اللي فيها بحرين فيها تلت اثار العالم في الاقصر اللي فيها كل الموارد البشريه وكل الحاجات الجميله السياحيه والموقع الجغرافي الجميل وكام ده كله، بقى معقوله مصر يجي لها بس 10 مليون سايح وعندنا الاهرامات دي لوحدها لو اتحطت في اي دوله اخرى هيجي لها ال 10 مليون سايح ديت؟ احنا طب ليه ما يكونش عندنا حلم زي ما مصر دلوقتي احنا شايفين القيادة السياسية في المرحلة سيادة الرئيس الأولى الحمد لله الأمن دلوقتي في مصر مستمر جدا وأحسن بكتير جدا من 2013. الناس دلوقتي احنا دلوقتي يعني دولة، قبل كده كنا احنا دولة يعني الامن كان مش مستتب حاجات زي كده. مصر خارجيا ما كانتش برضك لسه محتاجه لتثبت وجودها المرحله الاولى الحمد لله. طيب احنا هنكمل كلامنا مع حضرتك ونشوف ازاي مصر هتثبت وجودها، بس احنا لو قسمنا المصريين في الخارج هنقسمهم لثلاث دوائر، الخليج، امريكا، وايضا اوروبا. أستاذ أحمد عبد الهادي عضو الاتحاد العام للمصريين بالخارج ببريطانيا، يعني حضرتك دلوقتي بتمثل أوروبا، أعرف منك مشاكل المصريين إيه في أوروبا وخاصة بريطانيا؟ مثالي المشاكل إن الكوميونيكيشن ما بين المصريين اللي عايشين في بريطانيا، أنا بتكلم على بريطانيا، أيوة، وما بين الحكومة هنا ما بين الوزارات، سواء إذا كان تجنيد أو سواء إذا كان تعليم أو سواء إذا كان إسكان، بيبقى في كده يعني جاب واسع قوي، فالناس مش عارفة تتصل بمين ولا تروح لمين. أيوة. مش عارفين إذا كانت القنصلية هي اللي تقوم بالموضوع ولا السفارة، مش عارفين المنهج. فإحنا بنحاول بقدر الإمكان نتقرب من القنصلية، عملنا اجتماعات معهم كتير وعرفنا ان السفارة لها دور معين سياسي، القنصلية هي المسؤولة عن المصريين بالخارج، فبدأنا نوطد العلاقة ما بين المصريين بالخارج في بريطانيا بالذات اللي انا بتكلم عنها وبين القنصلية. وحقيقة سيادة القنصل العام من هناك الأستاذ علاء يعني أمن مجهود كبير قوي معنا، وعملنا ندوات كتيرة والناس جت سألت أسئلة كتيرة وناس طلبت حاجات كتيرة. من ضمن الحاجات اللي المصريين عايزينها إن هم عايزين يدخلوا فلوسهم في مصر في شهادات استثمار بالعملة الاسترليني فور إكزامبل، عايزين يشتروا عقارات في مصر، بس خايفين يعملوا كده علشان مش عارفين إذا كان الشركات اللي هي عقارية ديت
شركات يعني مش هتنهب مع فلوسهم وتجري، لان طبعا الدخل في بريطانيا للمصريين او اي حد محدود، مش مفيش الحلم اللي الناس بتحلم بيه ان 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 بره احلى من هنا، ده حلم غلط ما بيحصلش. يعني المعروف او اللي احنا بنسمعه انه المصريين بيقبضوا بالاسترليني، يعني طبعا يعني او باليورو، او فده بالنسبه لهم مبلغ. لكن حضرتك بتقول انه هم مش متمتعين بده، هل الغلاء الحياه هناك مثلا؟ جدا جدا. انا هدي حضرتك، بص حضرتك، في مصريين اللي هم يعني شغالين في وظائف محترمه زي دكاتره، زي مهندسين، زي ديزاينرز، زي في الاذاعه، في اي حاجه. وفي مصريين ان هم للاسف يعني شغالين في وظائف في محلات، في مطاعم، لان هم ما همش اقامه. وطبعا بعضهم جاي يعني اللي هي الهجره الغير الشرعيه. فللاسف ان الناس اللي هم قادرين او بيشتغلوا في وظائف كويسه، هدي حضرتك مثلا لو انت خدتي عندك اسره متكونه من 4 افراد وقعدتي في وعايزه تاخدي شقه اوضتين نوم وصاله، طبعا المساحه اللي هناك مش زي المساحه بتاعت مصر. طبعا. فانتوا هنا في مصر عايشين في نعيم، والمصريين مش عارفين كده على فكره. أيوه. هناك اكبر مساحه ممكن تكون مثلا 60 متر ولا حاجه، واقل من كده. احنا بنتكلم على 500 جنيه استرليني في الاسبوع، يعني 2000 جنيه استرليني في الشهر. هو اكتر من 2000 فعلا، ان مضربيها في 52 وتقسميها على 12. ايوه. فالحياه غاليه جدا هناك. الـ 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 كل حاجه بتغلى. ممكن مش بس كل 3 شهور، لا ممكن اسبوعيا تغلى. فالناس هناك اسبوعيا الحاجات بتغلى. طبعا ده معدل سريع جدا، يعني مش 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 دايما، بس ممكن حاجه فوجئت لا تغلى. اللبن مثلا قعد، ازازه اللبن قعدت كانت جنيه استرليني لمده، عشان الحكومه عايزه ان عارف الناس محتاجه الاطفال عندهم. وفجاه اصبحت باكثر من كده، زادت حوالي 10%. اصل احنا هنا متخيلين ان احنا بس اللي فيه سرعه في غلاء الاسعار، وان هم بره عايشين في الجنه. لا خالص، ده فكر غلط. بصي يعني المصريين يعني حاجه جديده عليهم ان التقشف. المصريين هنا في مصر عندهم بيشتروا مثلا 2-3 كيلو برتقال. ايوه، احنا كان عندنا بذخ. بذخ واشتري واشيل احتياطي. بالظبط. يعني سمنه، حط السمنه عندك والرز والسكر والكلام ده وابني. بالظبط. الكلام ده مش موجود في اوروبا خالص. الناس من ساعه الحرب العالميه الثانيه وهم اتعلموا التقشف بيشتروا على قد ما يقدروا. يعني انا عايز اشتري موزه او موزتين، ده اللي انا هاكلهم. مش هخليهم مثلا، لان ده بيدفع فلوس. ونتيجه اللي احنا كنا فيه حضرتك، ان انا واحده من الناس، يعني بتكلم، كنت بشتري الحاجه ومن كترها كانت ممكن تبوظ وارميها. بالظبط. لان انا بستعمل كفايتي، لكن انا شاريه اكتر فهيقعد مده اكتر. فبالتالي هيخسر. طبعا. وبرميه. طبعا. ولذلك يعني هو سياده الرئيس يعني عايز، يعني حاجه ثانيه عايز اقولها لحضرتك قبل ما اخش على سياده الرئيس، الريفينيو الضرايب بتطلع في انجلترا، بتطلع من الحاجات اللي هي الترفيهيه، زي الخمور، زي السجاير، زي التباكو، زي الحاجات كلها اللي الناس، البنزين، الحاجات دي كلها حاجه عاديه جدا وبترتفع بنسبات عاليه جدا. وممكن ترتفع 2-3 مرات في السنه. يعني مش حاجه عاديه. والناس خدت على كده، واصبحت الناس هم اصلا متقشفين. يعني هم اتعلموا التقشف من زمان. فدي حاجه جديده على مصر، التقشف دي. فمثالي سياده الرئيس بيحاول بقدر الامكان، يعني برضو يعني زي ما بريطانيا بتاخد من ريتش ودي الفقير، بنى حاجات كتيره للناس العشوائيات، بيحاول يعودنا على نظام حياه جديد. بالظبط. وفي النهايه احنا اللي هنستفيد فعلا. هغير من اسلوب حياتي وبذخي والصرف. أنا عايز الشعب المصري يعني يلاحظ النقطة اللي حضرتك بتقوليها دي، مهمة جدا. لأن إحنا ما بنعملش، يعني سيادة الرئيس ما بيعملش للناس اللي أعلى دلوقتي.
هو بيعمل للاجيال اللي جايه. صحيح، هو قال بيبني الاجيال الجايه. فدي حاجه مهمه قوي. مشكله يعني اللي انا شايفها هنا، اللي الناس هنا عايزه ناو، عايزه دلوقتي كل حاجه دلوقتي. انا عايز املى بطني، عايز بنزين يبقى رخيص، عايز كل حاجه. وبعدين في ناس ما بتستحقش ان تاخد بطاقه. في ناس كثيره جدا يعني الدخل بتاعهم ما ينفعش ان ياخد بطاقه. الكلام ده هيزعل ناس كتير من حضرتك. معلش معلش بس يعني بس معلش يا فندم، بس يعني لازم يبقى في يعني ايه. وبرده يعني في ناس برده بتاخد مهنيات عاليه جدا. برده ما ينفعش يعني، لازم يكون في ليميت يعني. حاجه بتتعمل بس. يعني انا عايز اقول ان سياده الرئيس واخدها مخروبه، خربانه خالص بالظبط. بس هو بادئ بيبني القاعده وهيرتب حاجات بيبني القاعده. مصر محتاجه حاجات كتيره جدا. وهو يعني ربنا يكون في عونه حقيقه. يعني احنا محظوظين ان احنا ناخد سياده الرئيس، ان يبقى الرئيس بتاعنا حقيقه. بالظبط. وفي ناس، ويا ريت اللي حواليه برضو احنا كمان نبقى محظوظين بيهم ويساعدوهم ان شاء الله، ويطلعوا ان شاء الله باذن الله بينا كلنا. طيب اروح للاستاذ عادل حنفي. احنا اتكلمنا عن مشاكل المصريين في اوروبا. حضرتك كلمني عن مشاكل المصريين في السعودية ودول الخليج. ويمكن أكتر مشكلة مشاهدينا إحنا سمعناها في دول السعودية إنه نزل عدد كبير جدا من العاملين بسبب الضريبة اللي هم طلبوها على كل أفراد الأسرة الواحدة اللي موجودة في السعودية. حضرتك اتفضل. مظبوط يا فندم. هو احنا طبعا عايز اضيف بس حاجة على ارتفاع الأسعار بالنسبة للأستاذ أحمد قاله. احنا عندنا المملكة العربية السعودية أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم. طبعا البنزين عندنا زاد مرتين. ولسه في زيادة تانية. ده نتيجة الإصلاحات الاقتصادية اللي بتمر بها الدولة. اللي أنا عايز أقوله لحضرتك وللجمهور والشعب المصري في الداخل وفي الخارج، إن الزيادة دي ليست على المصريين فقط. لا، الزيادة دي على جميع الجنسيات. علشان في ناس بتحب تصطاد في المياه العكرة يقولوا السعودية بيطردوا المصريين والكلام. لا، الزيادة على جميع الجنسيات. نتج عن كده نزوح آلاف المصريين إلى جمهورية مصر العربية. اللي احنا طلبناه من المؤتمر إن يكون في مشروعات صغرى ومتوسطة حتى تستوعب الكميات الكبيره اللي جايه. وده ناتج يجي ازاي؟ يجي عن طريق وزاره القوى العامله تعمل عمليه ماركتنج للوظائف اللي عندها. يعني انا كمقيم هنا وحضرتك مقيمه هنا، هل حضرتك تعرف ان في الاف من الوظائف في وزاره القوى العامله ومفيش ناس راضيه تروح تشتغل فيها؟ لا انا ما اعرفش الموضوع. لا، في الاف من الوظائف لابد ان الوظائف دي تعلن. واحنا كمصريين في الخارج بعيد عن الاتحادات باسمائنا، احنا مش يعني وزاره القوى العامله عندها وظائف خاليه الان؟ نعم. طيب هل هي ما اعلنتش عنها؟ بتعلن. انا عايز الاعلان يكون على اوسع. وعايز اوصل رساله بقى للشباب المصري، بلاش نقعد على الكافيهات والقهاوي ونروح نشتغل. ايه الفرق بيننا وبين السوريين اللي موجودين عندنا اللي يقتربوا من مليون؟ ان هم بيشتغلوا اي حاجه، شغل ليل ونهار. واي حاجه. وحضرتك تشوفه بيشتغل بسعاده وروح حلوه وابتسامه على وجهه. واهم حاجه الضمير. الضمير. يعني انا لما باجي اروح حتى اكل ساندويتش في اي محل سوري، الاكل نظيف، صح، بروح مش تعبانه من الاكل، بروح له تاني. ايوه، احنا نفسنا نتعلم بقى من اللي بيحصل ده. ايضا من اهم المشاكل اللي ظهرت في الفتره الاخيره هو وجود كميه كبيره من سائقي التريلات بيضبطوا بالمواد المخدره وخصوصا ادويه الجدول. دي مشكله كبيره لابد من التنويه عنها، وذكرناها في من خلال المؤتمر ايضا. حضرتك دي مشكلات مصريين في الخارج؟ نعم. بتتكلم عن المصريين اللي ماشيين على الطريق لليبيا والسعوديه اللي بيدخلوا السعوديه. احنا عندنا كميه، انا عندي العدد بس مش هنقدر نقول العدد لان انا لست مخول ان انا اقول اعداد. ايوه، عندنا كميه كبيره في السجون السعوديه من سائقي التريلات بسبب المخدرات. وفي ناس بتبقى ضحايا ما عندهاش فكره. لذلك احنا بنطلب من الجمارك المصريه تدقيق التفتيش على الجمارك، على التريلات الخارجه من المملكه العربيه السعوديه. وايضا احنا قمنا بحمله جميله قوي منذ اسبوع، وان شاء الله برضو قناه المحور وبرنامج 90 دقيقه ادعمنا فيها. طب معلش استاذن حضرتك، معايا تليفون من احد المقيمين في الخليج، الاستاذ مجدي فؤاد. استاذ مجدي اهلا بحضرتك، اتفضل. مساء الخير يا دكتوره جيهان، وتحياتنا لبرنامجك الرائع المتميز. الله يخليك. الله يخليك. وتحياتي طبعا لضيوفك الكرام، وطبعا موضوع من الموضوعات المهمه جدا
لان طبعا المقيمين خارج مصر اكثر من 10 مليون، يعني نقول يمكن يعتبروا دوله كبيره من الدول طبعا اللي بتتشدق او بيقولوا ان هم الدول المتقدمه. 10 مليون مواطن مصري من افضل العناصر ومن انجح العناصر اللي موجوده في الخارج. تحياتي طبعا لضيفك الكريم الاستاذ عادل حنفي. استاذ عادل حنفي طبعا من الشخصيات اللي احنا يمكن كل انسان سافر بره وعاش في دول الخليج، في السعوديه، في الكويت، في البحرين، عارف مين هو عادل حنفي. طبعا دوره المتميز كبير مع الجاليات، مش السعوديه بس ولكن كل الجاليات العربيه الفتره اللي فاتت في كل الاستحقاقات الدستوريه اللي مرت بمصر. طيب من أول المشكله حضرتك يا استاذ مجدي اللي حضرتك عايز توجهها لنا او تنوه عنها في البرنامج، نحط ايدينا عليها معاك. طبعا انا احد المصريين اللي كنت حاضر المنتدى الاول للمصريين بالخارج. تمام. وطبعا فرحت جدا زي ما حضرتك وكل المصريين فرحوا بموضوع تقسيط السيارات العربيه. بالظبط، يعني كلنا واحنا حاضرين والوزيره بتعلن عن هذا الامر كانت فرحه كبيره جدا. ولكن يمكن التخوف اللي بيخوف الناس دلوقتي ان اي حد بيهوب عند البنوك بتكون الفوائد المركبه المتضاعفه، وده اللي انا عايز اعرفه من الاستاذ عادل حنفي ضيفك الكريم. هل الفوائد هتكون مركبه متضاعفه ان انا اجيب عربيتي من مصر من هنا، ولا انزل عربيه من الخليج هيكون احسن لي وارخص لي؟ ده اللي انا فعلا دي الفكره اللي نفسي كل المصريين اللي بيسمعونا دلوقتي في كل الدول العربيه نفسهم يسمعوها ويطمنوا من حضرتك يا دكتوره جيهان على هذا. طيب بشكرك يا استاذ مجدي وتابع معايا الفقره، اتفضل حضرتك رد عليه. هو طبعا بحي الاستاذ مجدي، اللي احنا بنعمله في دول الخليج والمملكه العربيه السعوديه ده واجب علينا، ما ينفعش نتشكر عليه. نمره واحد. نمره اتنين، بالنسبه للسياره بطمن المصريين بالخارج الفايده مش هتبقى مركبه، الفايده هتبقى لا تزيد عن 5%، وده تجاوزا، ويقدر اي مصري مغترب في دول الخليج يقدر ينزل سياره في اي وقت بدون اي مشاكل. اصبحت متاحه للجميع الان يا دكتوره جيهان ان الكل يقدر ينزل في، ليس في دول الخليج فقط، يقدر في اوروبا. طبعا امريكا صعب عشان المسافه بعيده بيننا وبينكم. فيقدر ينزل من جميع دول الخليج. من اهم التوصيات برضو اللي انا حابب اذكرها لحضرتك هو وضع اليه لاصدار وثائق المصريين بالخارج. دي يعني ايه؟ احنا عندنا جواز السفر ممكن يقعد شهرين ونص، 3 شهور او شهرين ماكسيمم، يعني في اغلب الاحيان بيتاخر جواز السفر. هم قالوا ان الجوازات مش هتزيد عن شهر، دي حاجه. الحاجه الثانيه المشكله الكبيره كانت شهادات الميلاد. شهادات ميلاد بتتاخر، يعني اللي عنده مولود ما يقدرش ينزله مصر لانه ما معهوش شهاده ميلاد. الا وان واي ينزله بخروج نهائي، كانت مشكله وتفتت اسري. وعدونا وزاره الداخليه في الاجتماع الاخير المنتدى ان الوثائق هتبقى موجوده من داخل القنصليات في اقل وقت ممكن، ووعدوا انه هيبقى في يعني لاين بين المملكه العربيه السعوديه القنصليات ووزاره الداخليه المصريه. فدي حاجه بالنسبه لنا كويسه وما كانتش بتحصل قبل كده. ايضا في خبر للاعلام طالما انا موجود في قناه المحور. من ضمن التوصيات في تطوير بث القنوات الفضائيه لتشمل امريكا واوروبا وكندا في فترات البث المتاح حسب اوقاتهم هناك. ده خبر جديد بالنسبه لكم وحصري ليكم. ده مهم جدا يا استاذ عادل لانه هيخليهم يحسوا انه في تواصل بينهم وبين وطنهم. مظبوط. وبيتابعوا كل اخبار وطنهم اول باول، ما نسيبش القنوات الثانيه. أيوة. هي اللي تديهم الاخبار. هو الهدف الاساسي محاربه الشائعات بالاعلام. زي ما هم بيحاربونا اعلاميا احنا هنحاربكم برضو اعلاميا. صحيح. ده لازم، وانا قلته كذا مره قبل كده. طيب في النهايه يعني عايزين روشتة لكل المصريين اللي عايشين في الخارج، تنصحوهم بايه وازاي يتعاملوا هنا زي ما قلنا ويدعموا وطنهم؟ يعني ايه النصايح اللي احنا نقدر نوجهها للمصريين النهارده اللي عايشين في الخارج وكمان للدوله؟ روشتة
أو نصائح؟ بالنسبة للدولة احنا طلبنا اللي احنا اي مصري في الخارج عنده استثمارات في مصر وعنده مشاكل في المنازعات في وزارة الاستثمار لازم تبقى مقيدة بوقت محدد وتتحل فورا، بحيث ان انت المصري اللي في الخارج ده يزود استثماراته، يزود فرص العمل، يزود الانتاج والسلع، وبالتالي تبقى توفر السلع ديت. فدي من اهم حاجة، ازاي انا المصري في الخارج اللي عنده مشروع اوريدي وعنده مشاكل في المنازعات او في اي حاجة مصر ان هي تتحل بسرعة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، دلوقتي انا عايز دلوقتي ازاي انا اخلي المصري العشرة مليون يساهموا في ان هو في الاصلاح الاقتصادي والتخفيف عنه في للمواطن المصري المقيم هنا. باللي احنا عايزين نزود، طلبنا اللي احنا صندوق استثماري بالدولار للمصري في الخارج وياخد بيه اعلى استثمارات او اعلى عائد على الدولار بالنسبة للصندوق ده، ان في هنا شركات وفي صناديق استثمارية بتكسب على الجنيه ما يقرب من 30%. أيوه. طب انا دلوقتي يا مصر انا محتاجة دولار، طب المصري في الخارج ده مش كلهم زي ما اتفقنا كلهم اغنياء وكلهم عندهم استثمارات كبيرة، ممكن يكون استثمارات بسيطة جدا، ممكن يكون شغال شغلانة بسيطة جدا معايا، انا عايزك تبعت 1000 دولار من العشرة مليون دولار هيبقى عندنا 10 مليار دولار. تخيلي مصر ديت لو جالها 10 مليار دولار من المصريين في الخارج دولار وبياخدوا اعلى عائد لي. قناة السويس سيادة الرئيس لما جه عمل قناة السويس طلب من المصريين انا عايز نخش في نبدا في قناة السويس فمحتاج تمويل. يلا يا مصريين، المصريين حطوا ما يقرب من 66 مليار جنيه في اقل من اسبوع. الرئيس عمل على نقطتين، عمل على ان هم الناس واثقه في سياده الرئيس والقياده السياسيه، دي نمره واحد، واداهم اعلى عائد ساعتها كان 12% على قناه السويس. احنا بنقول لسياده الرئيس برك احنا عايزين، دي احدى التوصيات بتاعتنا اللي احنا عايزين صندوق استثماري بالدولار ياخد المصري اللي فيه المقيم في الخارج ياخد فيه اعلى ريتيرن ومصر تستفاد منه. تخيل حضرتك احنا الاحتياطي بتاعنا 44 مليار، لو خلينا الاحتياطي بتاعنا 88 مليار والفلوس ديت اصلا جايه من المصريين في الخارج، هل ممكن؟ ممكن جدا. لا ممكن جدا، وانا شايفه ان ده حل كويس للاستثمار في بلدهم. اروح لحضرتك استاذ احمد عبد الهادي وكلمات اخيره او رشدتك ايه للاستثمار؟ رشدت بتاعتي برضو للدوله ان احنا محتاجين برضو شهادات استثمار غير الصندوق، واحنا امثال اتكلمنا سيادة الوزيرة نبيلة في الموضوع ده. أيوه. انها تدي عائد كويس للمصريين وتساعدهم ان هم يساعدوا بلدهم. انا بقى عندي حاجة تانية عايزة، يعني سيادة الرئيس لما عمل المشروع بتاع قناة السويس الناجح انا عايزه برضو يعمل ياخد في الاعتبار مشروع القطرة السكة الحديدية في مصر. السكة الحديدية في مصر يعني محتاجة رعاية كاملة، رغم ان يعني اتعمل فيها شغل كتير، قطرة قديمة اتصلحت، بس ممكن نعمل اكتر من كده. وانا عايز المصريين في الخارج والداخل يشتركوا في هذا المشروع القومي. اولا هيعمل حاجة، هيمد لكل انحاء مصر، هيمد لها السكة الحديدية، وهيعمل قطرة كويسة محترمة. خط قناة السويس حضرتك لو تشوفي تروح السويس او اسماعيلية او بورسعيد كلها بالاوتوبيسات، فطبعا بدوت بيستهلك بنزين كتير اكيد، وبيستهلك ارض كتيرة محتاجة صيانة من وقت لاخر. الخدمات الاوتوبيسات مش يعني ما فيش رعاية ليها متواصلة، فالعملية كلها أصبحت مش حلوة يعني. فأنا يعني بناشي سيادة الرئيس ووزير النقل إن هما يبصوا في موضوع القطرة السكة الحديدية مصر ويودوها في كل مكان في مصر. حتى لو مكان فاضي يودوها فيه، يبنوها من انفراستراكشر بمساعدة خبراء مصريين، عندهم يعني في خبراء كتير جدا مصريين ويقدروا يعملوا الكلام دوت، وممكن يساعدوا يسألوا بريطانيا تساعدهم، لأن بريطانيا من أحسن الدول في العالم في القطرة. دي حاجة أنا عايز المصريين كلهم يشتركوا فيها، وأنا واثق كلنا اللي عايشين برا هنشترك في بلدنا عشان نرفعها. في حاجة تانية كمان حضرتك قلتها يا عادل بيه، اللي هي الناس اللي هم جايين من الخليج والسعودية ومفيش وظائف ليهم وحاجات زي كده. مكاتب، في حاجة اسمها مكاتب عمل. أنا اقترحت هذا الموضوع قبل كده
بس يمكن الحمد لله انا جاني الفرصه ان اقترح دلوقتي على تتبع وزاره القوى العامله برضو. القوى العامله المكاتب العمل ديت موجوده في اوروبا كلها، وديت مكاتب عمل تبع القوى العامله، وبتعلن بتحط الوظائف الموجوده في جميع انواع الوظائف، وعندهم موظفين بتقابل الناس اللي هم عايزين يتكلموا على الوظيفه، وبتعملهم انترفيو، وبتحط الراجل المناسب في المكان المناسب. انا عايز اشوف ده في مصر. بالنسبه لفرض حضرتك، معلش في نقطه حضرتك ذكرتها، حكايه التركات اللي بتخش مصر والكلام من ده، خلي بالكم منها. مش دول الخليج، دول الخليج ولا مصر؟ دول الخليج. اوكي، لا انا فكرت على مصر فكنت هقترح حاجه تانية. فاحنا عايزين مشروع قومي يكون كلنا نشترك فيه علشان بلدنا. علشان بلدنا لازم نعمل حاجه زي كده. اكيد توصيات مهمه مشاهدينا وافكار مهمه، وبنضم صوتنا لصوت ضيوفنا. بنناشد كل المصريين في الخارج ان هم يدعموا بلدهم في الداخل اقتصاديا، احنا محتاجين لهم، وفي النهايه برضو ده تامين لهم ولمستقبلهم. بشكركم على حسن المتابعه، انتظروني بكره حلقه جديده 90 دقيقه. تصبحوا على خير.